اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي اليوم جايبه لكم طريقه تجميد المونغ لرمضان. البنات اللي كيطلبوني بحال شي يجمدوا الفواكه رمضان، سواء بغاو مع الحليب او سواء بغاو مع عصير الليمون او عصير البرتقال. هاد المونغ كنقش غسلناه، كنشدوه طبعا ديك اللي كيكون طايب، كنغسلوه كنقشروه الا لقيناه رخيص وفي ثمن مناسب كنقشروه وكنقطعو قطع صغيره. وكان غادي نفرن ندير بحال الطريقه ديال اللي درت لافوكا، غادي نشرو غير هو ما غندير ليه الحامض، ما يحتاج الحامض، وغادي نديرو حتى يتجمد وغادي نفرقو نديرو في كيس وندخلو للمجمد، غادي ننقيه ونقطعو ونوري لكم الطريقه. حبيباتي ها هو المونغ ديالنا قطعناه، هاني وحده لقيتها طبعا طايبه بزاف، غادي ندير بها عصير دابا نشربوه، وهذه غادي نديرها في المجمد. انا عندي المونغ مجمد، غير بغيت نوري البنات الطريقه فاش يتجمد، غادي ندير له كيف طريقه لافوكا. حبيباتي هو جمدنا المونغ، عاوتاني العصير، ها هو غنديرو نفس الطريقه، غير بغيت نوري البنات اللي كيسولوا بحالاش نجمدوا الفواكه لرمضان للعصير، نفس طريقه الموز، نفس طريقه باش كل بنت بغات شي فاكهه ما تقولش راه ما كتجمد، تلقى الفيديو ديالها وتدخل تشوفو وتشوف الطريقه بحالاش. هو عندنا المونغ، هذا المونغ طبعا قليل، انا غادي نطحنو دابا غير بغيت نوري لكم بحالاش كنديرو. حبيباتي نحبكم كاملين وني بكم.